السلام عليكم، فهاد الحصة إن شاء الله غنحاول نخدم معاكم هاد التمارين التطبيقية اللي كيبان لكم قدامكم. كيف تشوفوا التمارين التطبيقية؟ عطيكم جي بي إف، هذا في الدرس آر إي، درس آر إي، عطيك توترات ومثلثية ومربعية، متفقين؟ إذا كان عطيك توترات، أول سؤال غيقولك مثل لي راسم تذبذب لمعاين توتر أو إم أو إي بي إم. كان عطيك راسم تذبذب غيقولك مثل لي توترات. دابا غنشوفو الحال. السؤال الثاني قالك حدد الشكل من هنا، هو السؤال اللي كيوحل فيه أغلبية التلاميذ، الشكل الذي يمثل يو أ إم و يو بي إم. السؤال الثالث، عبر عن يو أ إم بدلالة إر و إي. الرابع، عبر عن يو بي إم بدلالة إل و دي سور دي. الخامس، أوجد تابع يو بي إم بدلالة إل و إر و دي يو أم سور دي. السادس، احسب معامل تحريك إل. السابع، احسب الطاقة المخزونة في الواشيعة في الحالة القصوية. متفقين؟ دابا تكونسونطرو معايا وركز معايا. دابا حنا شنو نديرو؟ هاهو الشكل قدامكم. الشكل بادي من القيمة القبلية ناقص جوج، شوف، وفي القيمة القصوية جوج، شاف، وهنا بادي من ناقص واحد، تاهم، ركزو معايا. دابا نخدمو أول سؤال بعداك، أول سؤال قالك فيه، أول سؤال بعداك، قالك مثل لي سيدي راسم تذبذب لمعاينة توتر، يو أي إم و إي بي إم، متافقين؟ ركزو معايا. ركزوا معايا دابا كنديرو تمثلو، ركزوا معايا. دابا انت ديما اش قلت لك؟ ديما فراس انت دابا هاد السهم هذا اللي هو المدخل خص يكون معاه هاد السهم ديال التوتر. الو، فين غديرو المدخل؟ هاد السهم اللي هو لونطخ غديرو هنا. ها هو هنا، هنا اخويا، اش مع هاد السهم؟ هاد السهم عندك فين كاين عاوتاني؟ هنا فين غدير المدخل؟ وهنا غيبقى لك دير هيك. دابا بعد مرات يقدر يقلب لك الشكل، يعطيك راسي تذبذب. بلاتي سمحوا لي، سمحوا لي عافاكم، هذه يو بي ام واحد، يو بي ام. سمحوا لي، واحد نسيت واحد المعطيات، دابا شرت اليوم عافاكم غنكتبهم. معطيات غينفعونا في التمرين. غيعطيك الكسح الافقي اس اش، يعني فيتاس دو بالاياج، ولا وكتسمى الحساسية الأفقية، يعني لا سونسيبيليتي أوريزونتال، إس إتش أوريزونتال، سونسيبيليتي أوريزونتال، إتيغال 0.2 ميلي سكوند باغ دي. زعما نقدر نعطيك دابا في التوترات، سونسيبيليتي فيرتيكال، يعني الحساسية الأفق، دابا هادي سونسيبيليتي أوريزونتال، الحساسية أفقية، دابا الحساسية الرأسية بلي، فهمتو؟ دابا هاد الحساسيه هادي اس اش و اس في، اس بيش كنبغيو نحسبوه. انا غنكتب لكم العلاقات تاعهم كامل، غارك معايا. دابا الكسح الافقي هو سونسيبيليتي اوريزونطال، متافقين؟ سنتو لي، ركزوا معايا. هادي اس في، بلاش ناخذو معطي تاعك اس في واحد اش كتساوي؟ بلاش دابا هو نهار الوطني يعطاك اس في واحد، ضروري غيعطيك راس تذبذب، غيعطيك راس تذبذب هو الأول، غيعطيك هنا مثلا إيكغيك، هذا مثلا غيقيس لك إيكغيك جوج، ولا غيقيس لك هذا، وهذا هو إيكغيك واحد، هذا اللي عطاك إس في واحد، أما اللي عطاهم ليكم جبيكم جبيهم إس في وحدة، شراكم لك إس في وحدة، غيطرح لك السؤال بحال هكا، غيعطيك هو التوترات، ويقول لك رسم ليها راس تذبذب، أما اللي عطاك إس في واحد. اس في جوج خاصو هو يشيلك هاد اس في واحد تاع هنا، تاع هنا توتر، واش تاع يو ار ولا تاع يو ال تاع الواشيع، فهمتوني ولا لا؟ متافقين؟ ركزو معايا. اس في واحد كتساوي جوج فولت باغ دي، اس في جوج كتساوي نكتب ليكم العلاقة 50 ميلي فولت باغ دي. المهم انا قيد لحد دابا المعطيات، ها ركزوا معايا. دابا قالت لك انا دابا مثل لي التوترات، مثل لي التوتر يو اي و بي. اش تقول التوتر اخويا؟ خاص راسه يكون مع هاد المدخل. اذا هاد التوتر هذا شنو هو؟ يو بي ام، وهاد التوتر هذا هو يو اي ام.
شوف هاد السميه هادي اضحى في الاول هنشرح لكم هاد الشيء قريتو في طونكم هذا الراس هاد السهم خاص يكون مع الحرف الاول ا هذا الراس هاد السهم خاص يكون مع الحرف الاول هذا الراس هاد السهم خاص يكون مع ا هو الحرف الاول نشرح لكم باش تفهموا عطيتكم هنا او هنا في مثال عطيتكم هنا مستقبل مثلا باغ اكزومبل هادي او هادي قلت لك هادي تقرا هادي كتقرا او بي ا او بي ا اما الا قلت لك هادي هادي راه كتقرا او ابي شوف التوتر في غادي نخدم من ا فهمتوني هادشي قريتو ديك العام اصلا مع لي في السينكيام قريتو هادشي مع لي دابا هما التوترات صمتهم لكم متفقين دابا مثلنا التوتر خرجنا السؤال الاول السؤال الثاني ده دابا السؤال الثاني كلشي كيوحل فيه ركزوا معايا دابا السؤال الثاني غنشرح لكم في الاول بطريقه سهله طريقه رياضيه صنتو دابا ديك الطريقه الرياضيه شنو نقول دابا كيف كتشوف الشكل اش عندك عندك جوج توترات كتقول مع راسك توتر مثلثي وتوتر مربعي توتر مثلثي وتوتر مربعي تفق كتقول مثلثي مثلثي شنو مثلثي هو اكس اس ثلاثة مثلثي جات من ثلاثي مثلثي مثلثي تفق مثلثي هو اكس اس ثلاثة عندكم هذا اصلي ساصلي تفق مثلثي يعني هذا هو اكس ثلاثة هذه اكس ثلاثة كتجي تعطيها اي عقل اي ديما كيكون مثلثي مثلثي تفق العلاقة انتوما واش كتعرفوا العلاقة كتعرفوا واحد العلاقة ديال دي اي سو دي هي مشتقة اي تفق الوغ دابا شنو هي مشتقة اكس ثلاثة هي ثلاثة اكس او كار اش غتعطيني شنو هي اكس او كار هي مربعي هي مربعي هي مربعي هي مربعي هي مربعي هي مربعي جات من مربع هي مربعي هي مربعي تافق الوغ دي سور دي دابا دي عقل هذا مربع وهذا مثلث دي سور دي في كاين فين علاقه واش تاع او بي ان هي تاع او كتب العلاقات في الوقت اول حاجه غدير غتكتب العلاقات غتكتب العلاقات في الواسع هاد دي سور دي كتجمع راسك في كاين واش او بي ان ولا في او اي راهي اف اي فاش دي سور دي تي بينما او بي ام هي اش فيها هي عندك دابا مقاومة الوشائر كتساوي صفر انا قلت لك في العلاقة او بي ام شحال قلت لك كتساوي ار اي زائد ال دي سور دي تي كتكون في العلاقة ديك النهار هي ار عندك زيرو هنا ما كاينش ار اذا غتبقى ال دي سور دي تي في كاين دي سور دي تي كاين في او بي الوغ موان بي تاعك تاع او بي ام او بي ام مثلثي شنو هادي شنو علاقتها هي ان او ار اش كتساوي يعني او ام اش كتساوي ار اي هادي العلاقة المهم العلاقة جلوبال اللي كتبنا العلاقة جلوبال اللي حافظة كتقول انا سيدي كنعرف دي سو دي تي تاع او بي ام يعني تاع الوشيعة و اي تاع او اي يعني تاع الموصل الام تاعك كتقول اي غنعطيها مثلثي غنعطيها اكس اس ثلاثة دي سو دي تي شحال غنلقاها ثلاثة اكس او كار يعني غنلقاها مربعي 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 هاد اي تاعك قلنا تاع او اي يعني فين غيكون مثلثي غيكون مثلثي توتر المثلثي تاع او اي بينما التوتر المربعي غيكون تاع دي سو دي تي يعني غيكون تاع او بي ام هاك التوتر المربعي غيكون مربعي 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 او كار مربعي مربع مربعي غيكون تاع دي سو دي تي شنو دي سو دي تي هاي العلاقة بين دي سو دي تي لحقاش هو ما قالش قال لك حديد الشكل اللي هو تي او بي ام واي اي ماشي الشكل اللي كمثل لك او تي اس دي تي يعني تا فهمتوا انتوما اش كتقولوا خاصني نقلب على علاقه بين اي و او ا ان بين اي تي اس دي تي و او بي ان لحقاش قال لك حديد الشكل اللي هو تي او ام و او بي خاصك تحدد الشكل اللي كيمثل لك او ام و او بي ان دابا اش كتقول كتكتب هادي و كتكتب هادي كتقول لي انا اخويا كاين او ان تاعك
السلام عليكم. فيها علاقة بين U و R. إيش فيها؟ مثلثي. ياتي من ثلاثة. مثلثي. إذا U I ما تكون من مثلثي. إذا U I ما تكون مثلثي. تاع مثلثي. تاع مثلثي. بلاش شقيت يدي. تي إكس ديت شقات هذه إكس أو ثلاثة إكس أو كار. شنو ثلاثة إكس أو كار؟ مربعي. هذا الأسيس باش تقلب هكا باش تقلب. أنا كشيت راسي. باش نوريكم باش تقلب. مربع عرفتي هادشي مربع لي أوس اثنان مربع كتقول العلاقة تاع تي إس و تي كاين هي و إي بي إم ألوغ مربع غيكون هو تاع إي بي إم السلام عليكم هادي التكنيك اللول متافق أش قلنا دابا أش قلنا دابا في التكنيك الأولى قلنا المثلثي غيكون تاع إي أي قيدو هداك هاي إي أي و المربع أش غيكون تاعش تاع إي بي إم هاي هادي غدير في الوسخ ها الجواب لي غتقول كيفاش غتكتب فهمتوا لي دابا في الجواب كي غتكتب فهمتوا دابا ركزوا معايا دابا في الجواب كيفاش غتكتب فهمتوا لي مزيان في الجواب كيفاش غتكتب الجواب كي غتكتب فهمتوا دابا اش غتكتب غتكتب ها هو الجواب غتكتب بما ان يعني بويسك جي بي اف بما ان جي بي اف يزود الضاء انا نكتب لكم فرونسا ونترجم لكم بالعربيه نكتب لكم بالعربية تانا ونترجم لكم بالفرنسا بما أن جي بي إف يزود الدارة بتوتر مثلثي شرقي فإن شلي جي بي إف يعني كي لوحة حتي تتشير كتلقى ركزوا معايا دابا جي بي إف كيطلق حدا التيار جي بي اف كيطلق جي بي اف كيزود الدار بتوتر مثلثي يعني كيطلق التيار كيدير كيطلقو على شكل مثلثي على شكل مثلثي الوغ في كاين علاقة بين اي ان واش كاين علاقة بين او ان هاي ان كسؤالي كاين علاقة بين او اي بي ام لا مكايناش الوغ كاين علاقة بين اي او ان دابا جي بي اف كي بحال جي بي اف قلت جي بي اف بحال كتقول مارك جي بي اف كيروح ليه واحد التيار مثلثي كيزود ليه الدار بتوتر مثلثي يعني توتر كيزود ليه الدار بتوتر مثلثي نتا باش باش تفهم باش تحاول تبسط الفكرة باش تفهم انت بطريقتك تفهم بطريقتك خاصة متنساش نهار الوطن فهمتيني كتقول دابا انا اش عندي جي بي اف كيزود ليه الدار بالتيار يعني كيزود لي الضرب تيائي متافقين كيزود لي الضرب تيائي كيطلق لي التيائي متافقين يعني التيائي كي غيكون تاهو بما انه كيزود الضرب بالتوتر المثلثي التيائي هو غيكون على شكل مثلثي وبما انه كاين علاقة بين U ام و اي الوغ غنمشي كي غتكون مثلثي فهمتيني غتكتب فإن توتر ها هي U R بين مربطي المنصب الأمي تهو غيكون مثلثي U A R توتر U R بين مربطي المنصب الأمي ولا U A M بين مربطي المنصب الأمي ديال U A M بين مربطي المنصب الأمي تهو غيكون مثلثي ها هو الجدول هذا غنحاول نترجم لكم فرونسي ركزوا معايا دابا بالفرونسي اش غنقول بويسك هاد جي بي اف كيتسمى مولد يعني جينيراتور غنقول بما ان جي بي اف بما ان المولد هنا بما ان المولد جي بي اف هنا هادي عافاكم بغيتكم تعقلوا عليها انا نقول لكم واحد الطريقه واحد البرنامج واحد اخر كاين جوج كاين بزاف كاين اللي غنقول هذا مو انا نتا فيكم بجوج بارك عليك بويسك لو جينيراتور لاجي جي بي اف لاجي جي
بي اف جي بي اف هي هذي شنو هي يزود هي اليمونت هاي اليمونت لو سيركوي الدار هي لو سيركوي لو سيركوي يعني يزود الدار باش يزود افيك اون تونسيون بتوتر اون تونسيون كي داير التوتر شنو هي المثلث هذه هي تريونغولار 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 المثلث هاي تريونغولار التي تافري تريونغولار تريونغولار تافري التي تريونغولار الوغ لا تونسيون او ار alors ou là donc là tafri hai tension ur hai la tension ur entre les bords du conducteur ohmique ou la résistance mon qaoum entre la tension UR entre, le conducteur ohmique, et moi c'est ohm. Par une tension triangulaire, ça vous laisse aller. Triangulaire, donc tu vois, ah, yeah. Il me dit le triangulaire, il me dit le conducteur ohmique ou la résistance. Et il me dit le résistance. Tiens, d'abord, qui est le GPF? Je me redis, le GPF délivre. Délivrer une tension, yani bhal li qelti leh ou li khassi bhak délivrer une tension yani khassi tawtur une tension alternative mutanawib alternative triangulaire. Alors le courant I, le courant I il est le courant I qui se circule dans le circuit, il y a une liquide off da qui circule dans le circuit. Elle est qui sert dans le circuit. Ah, le circuit. Ah, le circuit. Bien. Qui circule dans le circuit est triangulaire. Donc, je vous est triangulaire. صافي تافقي اش غدير غدير موراها اي بويسكو يو ار ايتيغال ار اي الوغ لو كوندكتور اوميك ولا نونسي اوميك ولا لا ريزيستانس اي سو فورم تريونغولار ولا لا فورم de figure de conducteur ohmique et triangulaire qui la forme de figure une shekel moulahad un shekel moulahad la forme de la figure du conducteur ohmique et triangulaire
ساليتي هذه اما هذه اما هذه. دابا مثلا قلتي بما ان قلتي بما ان المولد جي بي اف يزود بما ان بما ان باغ اكزومبل بما ان جي بي اف مولد جي بي اف يزود دار بتوتر متلج ان التوتر ايم بين مربطين موصل اومي متلج. السلام عليكم. السلام عليكم. هاد يو ار ماشي غادي لي يو ار غادي لي تا يو اي حتى معاك اش غادي لي تنال بتاعك. عندك يو اي غادي لي يو اي معوض اي ار غادي بوسك يو اي. ركز معايا شلون تقول غاتقول لي جي بي اف بوسك لو جينيراتور جي بي اف اليمونت لو سيركوي افيك اون تونسيون جي تريونغولور الوغ لا تونسيون يو اي ام اونتر لي كوندكتور اوميك اي تريونغولور اي تريونغولور دو غاتكتب دو دو من التالي دو هو غيكون عاطيك هذا غيكون رقم مالك رقم واحد وهذا غيكون رقم مالك رقم جوج. غتقول لو فيغيور ان كوريسبوندون يو اي ام اي لو فيغيور دو كوريسبوندون يو بي ام. اش اشكل بحال كيما تكتب هادي ما تكتب هادي بالعربي. لو جي بي اف المولد لو جي بي اف يخزن دي ليفري بحال قلتي له له توتر جيبي متلتي يعني ديليفري ان طونسيون الترناتيف هادي متناوب 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 بي الترناتيف تريونغولور. دونك لو كورون اي هنا غاتكتب دونك باش يجي جمله مفيده. دونك اش قلت لكم غاتكتبو نعاود نقول لكم اش غاتكتبو بويسكو لو جي بي اف ديليفري ان طونسيون alternative triangulaire, donc le courant I qui circule dans le circuit est triangulaire. Et puisque UAM est RI, alors la figure UAM est triangulaire. Donc la figure 1 correspondant UAM. On va dire d'où la figure 2 correspondant UBN. Ça, elle est où tu as l'air. صافي تشافقي. دابا ندوز السؤال الثالث. المهم نتمنى واحد باش تكون فهمتوني في هذه القضيه هكا تحط كيوك حد عين الشكل تاع يو اي وشكل تاع يو بي.